الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना जी। और उसके बाद था المفردات البحدة السابعة الدراسة، الدرس السابع والخمسون. المفردات الآن، مختبر، مكتبة، الوقت، استراحة. कैंटीन को भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली استراحة بولتے ہیں آرام کو. تو اس حوالے سے استراحة سنیک ٹائم، ریسیس ٹائم کچھ بھی بن جاتا ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا مفردات اضافیہ یہ ذرا دیکھنے والے ہیں کہ جیسے الوحدۃ السابعۃ یہاں پہ آ گیا تو مطلب گریڈز جو ہے نا الاول کی مؤنث یہ سارے ہیں، الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. یہ ماسکولین ہو گئے اور فیمینین ہو گئے الاولى، الثانیہ، الثالثۃ، الرابعۃ، الخامسۃ، السادسۃ، السابعۃ، الثامنۃ، التاسعۃ، العاشرۃ. کلیئر ہے جی؟ جی سر. چلیں یہ آگے جی التراکیب النحویہ. التراکیب النحویہ، التدریب الاول. هات جملا كما في المثال. المثال: المدرسة بعيدة عن البيت. جي سلمان صاحب. جي البيت بعيدة عن المدرسة. يهي چيز تو اس نے سکھانی ہے. البيت مذكر فنستعمل كلمة بعدها مذكر ليست المؤنث. فهمت؟ مفهوم؟ تو نعم. ماذا سنقول؟ البيت، البيت بعيد. نعم، البيت بعيد عن المدرسة. البيت بعيد عن المدرسة. لما استعملنا المسجد بعيد؟ بعيد عن الجامعة. نعم. الصف، الصف بعيد عن عن المختبر. نعم. الكلية بعيدة نعم. عن الشقة. المكتبة بعيدة عن المختبر. نعم. الغرفة بعيدة عن الحمام. کلیئر ہو گیا نا یہ؟ الحمدللہ اس میں سیکھ گئے آپ. تو یہ مطلب فائدہ ہے یہ ان پریکٹسز کا. تو ان پریکٹسز سے کیا ہے کہ بغیر کوئی گرامر بیان کیے آپ کو سمجھ آ گیا کہ کون سے ورڈ کیسے آنا. ٹھیک ہے جی. طیب نعم. التدريب الثاني، حول كما في المثال. جی عبد الرحمن بھائی المثال. ابھی یہ کر لے پھر اس کے بعد. سأكون مدرسا ان شاء الله. سأكون مدرسة ان شاء الله. ٹھیک ہے. اچھا کیا ہے بیسیکلی؟ مدرسن ہے، مدرستن ہے. تو جب یہ سأكون استعمل بعد سأكون فجاء علیہ فی آخرہ فتحتان، دو زبر آ گئے. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ سیم ایز اٹ از آبجیکٹ بن گئے. جی ہاں. تو بس یہ اس کی پریکٹس ہے. جی عبد الرحمان بھائی. سأكون معلما.
إن شاء الله. نعم سأجي. سأكون معلمة. لا لا اسكت شو ورده اسكت شو ورده. إن شاء الله. سأكون مهندسا إن شاء الله. سأكون طالبا إن شاء الله. سأكون طبيبا إن شاء الله. مريم. سأكون کا مطلب سر میں بنوں گا. I will be. جی ہاں. سأكون معلمة معلمة إن شاء الله. Next. سأكون مهندسة إن شاء الله. سأكون طالبة إن شاء الله. سأكون طبيبة إن شاء الله. شكرا جزاك الله خير. طيب التدريب الثالث حول كما في المثال. المثال: أنا طالب في جامعة دمشق. أنا طالبة في جامعة دمشق. same وهي practice. جي masculine feminine. جی عبد الرحمن بھائی. اقرأ سیدی. میرے خیال سے وہ نیٹ پرابلم ان کو شاید. اوکے چلیں پڑھیے پھر. آواز نہیں پہنچی. اوکے انا طالب فی جامعۃ تا نہیں تا نہیں دیکھیں جب موٹے ورڈ آتے ہیں تو ان کے پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کر لیں تو آپ کو ایکچوئل لیٹر پڑھا جائے گا. جی پڑھیے. انا طالب. نہیں تا تا پہ آپ نے ہونٹ گول نہیں کیے اس پہ ہونٹ گول کر تو تو ٹھیک. انا طالب. ہاں انا طالب فی جامعۃ ام القرى. اب کہیں بھی تو آئے گا نا تو آپ کے ہونٹ خود بخود گول ہو جائیں گے. گول ٹھیک ہے. انا طالب فی جامعۃ ام القرى. ام القرى. ام القرى جی. نعم آگے آپ پڑھتے رہیں بس. انا طالب. انا طالب فی کلیۃ الطب. کلیۃ الطب. طب. جی ہاں. انا طالب فی کلیۃ العلوم. نعم. انا طالب فی کلیۃ التربیہ. تربیہ. انا طالب فی کلیۃ اللغۃ العربیہ. ما شاء اللہ. انا طالب فی کلیۃ الحاسوب. فی کلیۃ الحاسوب ما شاء اللہ. طيب انا طالب فی جامعۃ دمشق. نعم. اوکے مریم فیمیل سینٹنسز. انا طالبۃ فی جامعۃ دمشق. انا طالبۃ فی جامعۃ ام القرى. انا طالبۃ فی کلیۃ الطب. انا طالبۃ فی کلیۃ العلوم. انا طالبۃ فی کلیۃ التربیۃ. انا طالبۃ فی کلیۃ اللغۃ العربیۃ. انا طالبۃ فی کلیۃ الحاسوب. ما شاء اللہ. یہاں پہ پریزنٹ ٹینس فعل مضارع سیکنڈ پرسن ماسکولین فیمینین پریکٹس. جی ایک منٹ. التدريب الرابع حول كما في المثال. المثال: في أي جامعة تدرس؟ في أي جامعة تدرسين؟ جی عبد الرحمن بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ پڑھیے گا نہیں تو پھر سلمان بھائی آپ پڑھ لیں گے. اوکے سلمان بھائی. اوکے فی ای مسجد تصلی. نعم آگے. فی ای بیت تسکن. تسکنو ٹھیک ہے. فی ای غرفت تنام.
تنام في اي مكتبه تقرا ठीक है في اي كليه تدرس في اي شقه تنتظر تنتظر في اي شارع تنتظر جی في اي جامعه تنتظر تم کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو کس اسکول میں ठीक है मरियम في اي جامعه تدرسين في اي مسجد تصلين في اي بيت تسكنين في اي غرفه تنامين في اي مكتبه تقرئين في اي كليه تدرسين في اي شقه تنتظرين ما شاء الله جزاك الله خيرا یہاں پہ فی ای کا خاص مطلب کیا ہوگا کون سا ان وچ ایک الگ پڑھ ہوتا ہے ان وچ فی ہو گیا ان اور ای ہو گیا وچ طيب التدريب الخامس هات جملا كما في المثال المثال غسل الفاكهة يغسل الفاكهة اغسل الفاكهة بس یہ ماضی مضارع امر یہ تین ہیں ٹھیک ہے چلیں جی جی عبد الرحمن بھائی جی سر مجھے آواز نہیں آ رہی تھی کافی دیر سے ابھی اللہ رحم جی اور نیٹ کا ایشو اللہ آسانی فرمائے جی سر جیسے میں پڑھوں سر جی 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 شرب الشاي قهوہ ہو گیا شرب الشاي قهوہ شرب القهوة شرب القهوة يشرب القهوة اشرب القهوة رو پہ زبر ہے اشرب القهوة اشرب القهوة جی آگے قرأ الكتاب اکسلنٹ يقرأ الكتاب اقرا الكتاب ما شاء الله آگے كنس الغرفة ما شاء الله يكنس الغرفة اكنس الغرفة ما شاء الله شاهد التلفاز يشاهد التلفاز ما شاء الله شاهد التلفاز ما شاء الله سمع الأذان يسمع الأذان يسمع الأذان أذانا يسمع الأذان يسمع الأذان ما شاء الله یہ تھوڑا مشکل ہوگا كتب الكراسة كتب الجدول الدراسية كتب الجدول الدراسية ہاں يكتب الجدول الدراسية اكتب الجدول الدراسية ما شاء الله جزاكم الله خير جی سر ان تینوں کی ذرا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں سر واپس جائیے غسل الفاقیہ تھا اس کا یہ پاس ٹینس ہے اس نے پھل دھوئے نہیں نہیں ترجمہ کیا ہوگا اس کا توئے ون کا اس نے پھل دھویا وہ پھل دھوتا ہے دھو رہا ہے دوسرا اور تیسرا پھل دھو لو وہ پھل دھو رہا ہے تیسرا پھل دھو لو اچھا آرڈر ہے نا اس میں دھو لو یعنی پہلا ماضی ہے دوسرا مضارع ہے اور تیسرا امر ہے ٹھیک ہے التدريب السادس حول كما في المثال المثال كتب المواد الدراسية اكتب المواد الدراسية چلیں سلمان بھائی جی شرب القهوة جی عبد الرحمن بھائی آنسر شرب نہیں نہیں اشرب اشرب القهوة
किसका हुआ था, ठीक है जी। फिर इसके बाद करल किताब है तो एक को, अच्छा ये देखें ये भी मोटा लेटर है तो हॉन गोल करके पढ़ेंगे आप कॉफ। अच्छा एक को, हाँ इकरा अल किताब माशाअल्लाह, उकनुस अल गुरफा, हाँ उकनुस अल गुरफा माशाअल्लाह, ओके शाहिदुत तिल्फाज, दी दी नहीं शाहिदित, शाहिदुत तिल्फाज पेश क्यों आएगा, ये फेले अमर साइलेंट होता है, फेले अमर लास्ट लेटर पे कोई शाहिदित तिल्फाज, हाँ शाहिदित, शाहिदित तिल्फाज, समिउल आजान, इस्माइल आजान, इस्माइल, अच्छा ये वो अमर बनाने, अमर अमर ही बना रहे हैं ना जी, हाँ उक उक्तुब होगा ना ये जी, उक्तुब अल मवाद दिरासिया, मवाद दिरासिया, चलें जी ये हो गया अब हमारा मुलाकात तराकीब, سأكون مدرسا سأكون طبيبا سأكون طالبا سأكون مدرسة سأكون طبيبة سأكون طالبة, كتب سي أمر بنيغا اكتب شرب اشرب قرأ اقرأ كان سأكنس شاهد شاهد غسل يغسل اغسل غسل الفعل الماضي يغسل فعل مضارع يغسل فعل أمر شرب يشرب اشرب قرأ يقرأ اقرأ كنس يكنس اكنس شاهد يشاهد شاهد كتب يكتب اكتب. उसके बाद अच्छा सर ये जो अमर अमर वाला जुमला है इसके आखिरी हर्फ पे जेर आ जाएगा जब आगे कोई लफ्ज मिलाएंगे, नहीं अगर आगे अलिफ लाम आया ना तो फिर जेर आएगा क्योंकि अलिफ लाम में अलिफ साइलेंट है तो ये भी साइलेंट, तो जहाँ दो साइलेंट आ जाए वहाँ पहले को जेर देते हैं तो पहले चूंकि ये वाला वर्ड होता है तो इस पे जेर आ जाती है, ठीक है। अना तालिबुन फी जामिअति दमिश्क, अना तालिबतुन फी जामिअति दमिश्क, أنا طالب أو طالبة في جامعة أم القرى, أنا طالب أو طالبة في كلية الطب, أنا طالب أو طالبة في كلية العلوم, أنا طالب أو طالبة في كلية التربية, البيت بعيد عن المدرسة, المسجد بعيد عن البيت, الحمام بعيد عن الغرفة, المدرسة بعيدة عن البيت, الجامعة بعيدة عن المسجد, الغرفة بعيدة عن الحمام, في أي جامعة تدرس أو تدرسين, في أي مسجد تصلي أو تصلين, في أي بيت تسكن أو تسكنين, في أي غرفة تنام أو تنامين, في أي مكتبة تقرأ أو تقرأين. कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं सर, यहां से कलाम है मीटिंग एंड होने वाली होगी सर, अभी हैं 10 मिनट हैं हमारे पास, हैं अभी भी 10 मिनट, अच्छा जी। الوحده السابعه الدراسه الدرس حادي والستون, التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال, جي عبد الرحمن بھائی اور سلمان بھائی جی, صرف ایک ورڈ ہے مدرسہ, جہاں جہاں مدرسہ ہے وہ چینج ہو جائیں گے ان ورڈز کے ساتھ, ابھی مدرسہ کی پریکٹس جی, ٹھیک ہے जी सलमान जी सर जी, इला अइन तज़हबू या अब्दुल रहमान, अज़हबू इला अल मदरसा, अल वक्त मुबक्कर, नो नो हल तज़हबू बिस सैया, अच्छा ठीक है सॉरी, अच्छा वो है ठीक है, नहीं 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 आप ठीक थे, आप ठीक थे,
الوقت مبكر الآن. المدرسة بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. ما شاء الله. Again. إلى أين تذهب يا عبد الرحمن؟ أتى يا عبد نيا يا عبد الرحمن دال پہ زبر آ جائے گی. عبد آئے گا نا. يا عبد الرحمن. دا يا عبد الرحمن. أذهب إلى المكتبة. ما شاء الله. إلى أين تذهب؟ الوقت مبكر. الوقت مبكر الآن. مبكر الآن. مبكر الآن. المكتبة بعيدة عن البيت. ما غلط سواد ما تطلب. أوكي. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. ملس آواز پرابلم کر رہی ہے. جی جی پڑھیے. جی. إلى أين تذهب يا عبد الرحمن؟ أذهب إلى المختبر. الوقت مبكر الآن. المختبر بعيد عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. دو آپ پڑھ لیں سر، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. عبد الرحمن بھائی. ٹھیک. إلى أين تذهب يا سلمان؟ أذهب إلى الكلية. الوقت مبكر الآن. ما شاء الله. الكلية بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. ما شاء الله. إلى أين تذهب يا سلمان؟ أذهب إلى الجامعة. جامعتي. الوقت مبكر الآن. الجامعة بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. سر اس جملے کا ایکچوئل ورڈ بتائیے گا. میننگ الوقت مبکر الان. وقت اتنی جلدی، ٹائم تو بہت جلدی. اچھا الوقت مبکر، اتنی جلدی وقت ابھی. اچھا یہی تک کرتے ہیں پھر انشاءاللہ، باقی کل دیکھتے ہیں. جی سر، اگلے ہفتے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.